flamenco, it's beautiful, but I don't understand anything. I want people to come and experience a little bit at a time and see a little bit more and a little bit more about flamenco. Next year, we're going to be having sponsors, and it's going to be bigger, and we're going to be bringing people from Spain as well. Great. Now, why did you choose, say, the Flowey Theater to make your performances? It's such a great venue for people in general. It's very accessible to everyone, and it's got the kind of feel that I'm looking for also. I'm looking for a feel that, okay, this isn't just a stage performance. This is also interactive. I mean, if anybody's seen flamenco, you can see that it's so interactive. There's nobody on stage that isn't doing something. Somebody is doing something at the same time that somebody else is doing something. Five people are doing palmas, another person is doing cajon, another person is, you know, playing guitar, there's two guitarists on stage, there's, you know, one or two dancers on stage. It's very interactive and it's about community. Perfect place to do it. بالنسبة للفلامينكو يعني بالنسبة للحضور يعني مش متوقع انه ناس كتير يحضروا في الاول علشان لسه الفن مش معروف قوي. بدأ يكون في قابلية لي وبدأ يكون في طلب لي ان الناس يشوفوه كده، بس لسه مش كتير يعني الموضوع هياخد وقت لحد لما الناس تعرفه. سر حبي للجيتار هو اي حد يعني في الدنيا بيحب حاجه صح او كذا حاجه مع بعض. انا من ضمن الحاجات اللي بحبها الميوزك، الجيتار، يعني الاله اللي انا بحبها هي الجيتار بس. والله حب الجيتار بالظبط جه نتيجة عن الأسرة برضو حببتني في الموسيقى، الموسيقى الأسبانية في حد ذاتها برضو مزيجها المختلف يعني ما بين حضارات مختلفة، فيها عرب، فيها غربي، فيها جويش، يهودي، مختلفة يعني فيها مزيج مختلف. فعشان كده تلاقي برضو يعني شرقيين ممكن يحسوا شوية بالحنين للموسيقى دي. طورت ازاي بقى؟ عن طريق الدراسة. ابتديت ان انا ادور ان انا ادرس درست حاجات مختلفة، اقرا برضو انترنت، لان برضو الموسيقى في كذا نوع مختلف يعني جاز غير روك غير فلامينكو غير كلاسيك، وكل حاجة ليها التراك بتاعها ليها الطريق بتاعها يعني. انا بسمعها من زمان وبحبها جدا، حتى الرقص نفسه الفلامينكو انا كنت عايزه اتعلمه من فتره يعني. بس النهارده الناس اللي عزفت النهارده كان سمعت منهم حاجات جديده، حتى الفيلم اللي اتعرض بعد كده برده كان فيه حاجات حلوه قوي.